السلام عليكم الاخوه والاخوات. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نطرقوا شي شويه عاود التذكير ديال هاد الفارياتور اللي شي ولا المحول من نوع دي شي. اولا هنايا دابا عندي هنايا في الورشه، يعني كنقدر ندير ليه يعني البروغرامي هنا في الورشه قبل ما نديه كاع يعني المكان ديالو، يعني البلاصه فين غادي يركب. اولا اذا فاش كنركبوه يعني فاش كنشغلوه تيعطينا هاد 50 هرتز، وهو التردد ديال اللي كاين هنا. باش نعاودو نذكرو شي شويه اخرى، درت هاد لي فيديو بعدا في الاول، كاين هاد الران هو باش كيشتغل وهاد ستوب باش يوقف. اذا التشغيل هو هذا، بسم الله. اذا بالنسبه للتردد كينطلق من صفر وكيطلع حتى ل 50، يعني كاين المينيموم، يعني اقل فريكونس هو صفر والاكبر هو 50 هرتز. اذا الان كما كتلاحظوا الاشتغال، قلنا يشتغل بالازرار هنا قبل ما نبرمجو. اذا كيشتغل بالرون بالخضراء وكيطفى بالستوب اللي هي بالاحمر. دابا ما بغيناش نبقاو نشغلوه من هنا، بغينا نشغلوه بهاد القاطع هذا. هو دابا ما خدامش، وانت واخا نشغلو كما كتلاحظوا ما كيخدمش. غادي نطفيوه وغادي نبرمجو. اذا يعني كل حاجه خصها تبرمج بواسطه هاد المحول. اذا باش نبرمجو هادي كنمشيو اولا البرنامج اللي هو بروغرام، كيعطينا اف 00، كنديرو اونتري بهاد السيت ديال الداخل التحتانيه، كيعطينا اف 00000 وكنطلعو 02. اذا اف 00002 كنديرو اونتري، كيعطينا 00 كتعني انه يشتغل بواسطه الملمس. الان الى بغينا باش يشتغل بواسطه هاد القاطع كنردو هاد 0، كنردو 1 بواسطه هاد الاسهم، وكنضغطو على اونتري. اذا هو دابا شد 1. اذا غادي نرجعو ل 50، يعني كنرجعو البروغرام للبدايه ديالو. انت واخا نضغطو برا ما خدامش. اذا هادو ما بقاوش كيشتغلوا، كيولي كيشتغل بواسطه القاطع. واحد المساله دابا، اذا غادي نطفيو. لاحظوا هنا هادو كتبقى دائما الحمراء هي التي تشتغل. نحن نردو هذا الصبر.